والحمد لله هذه الأقاليم الصحراوية المغربية العزيزة على قلوبنا الحمد لله عرفات واحد تقدم كبير جدا على مستوى التنمية الاقتصادية الاجتماعية، منطقة سياحية بامتياز كتشهد واحد النهضة تنموية وسياحية لا مثيل لها. الطبيعة الصحراوية، البحر، الخليج، وادي الذهب، حقيقة مدينة فاتنة. أنصح جميع المغاربة بأن يأتوا لزيارتها ولم باب السياحة. وحقيقة المؤتمر على العموم، أكون معك صادق، مرة في أجواء طيبة يسودها الاحترام والحق في الاختلاف. إذا ما استثنينا ما وقع في الجلسة الافتتاحية ولا سيما مع تدخل الرئيس المنتدى الأستاذ الدكتور سيدي محمد عبد النبوي، اللي شخصيا لا أتفق، باش نكون معك صريح، موقعي كمحامي لا يعني أن لا أكون صريحا وأن أسمي الأمور بمسمياتها. ما وقع شيء غير قانوني وغير أخلاقي ولا يمت بصلة لأعراف وتقاليد هذه المهنة العظيمة، المهنة اللي كنحترموا فيها حق الاختلاف، المهنة اللي كنحترموا فيها الزملاء ديالنا والنقباء ديالنا والرؤساء ديالنا، وكنأديو القسم على احترام السلطة القضائية اللي كيمثلها السي عبد النبوي. ونكون معك صريح، أنا شت تضخيم الموضوع حتى أكون واضحا، ما وقع يعني تسبب فيه 4 أو 5 أشخاص، مسألة شادة لا تمس في الاحترام الواجب للعدالة والسي عبد النبوي. الأمر ومداخلته كانت واضحة، ما فيها لا تهديد كما كيقولوا بعض الأشخاص عن غير وعي وعن خطأ، كانت واضحة. كان يتكلم على مبدأ دستوري الذي هو استمرار المرافق العمومية، والقضاء مرفق عام، والمحامون ملزمون بتقديم الخدمات القضائية لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين، وأشار إلى جانب مراعاة الحرية والمصلحة العامة وتغليبها على أي مصلحة خاصة. بالتالي الخطاب لم يكن استفزازيا، لم يكن تحريضيا ضد المحامين، لم يكن انتصارا للسلطة التنفيذية، بالعكس كان خطابا قانونيا واضحا، وكل من تابع على الكلمة وكل من تابع حتى الورقة المكتوبة. وسي عبد النبوي معروف رجل حكمة وتبصر ولم يخرج عن ما هو معتاد، فقط كانت هناك بعض الحساسية. وكما قلت لك كان الاحترام ديال النقباء وديال الزملاء، وقفوا أكثر من مرة وصفقوا السي عبد النبوي بعد ذاك الإشكال اللي تسبوا فيه 4 الزملاء، وكان ذاك الشيء أصلا خاطئ، والجميع استنكر ذاك التصرف لأنه يمس بآدابنا وأخلاقنا ولا نقبل. وكان ممكن رئيس المنتدى كاع ما يجي المؤتمر. الجو ديال الاحتقان كان في مواجهة وزير العدل، ولكن لم يكن موجها ضد السلطه القضائيه. البعض فهم ان الاشاره لتقديم خدمات على انها نوع من اثاره الموضوع، بالعكس كان السي عبد النبوي واضحا كعادته وحكيما، تكلم عن نص قانوني ونادى بتغريب المصلحه العامه. كما نحن اليوم الى شتي زميلي قبل 10 دقائق قرات مقالا قيما للاستاذ عبد الرحيم الجامعي الرئيس والنقيب ديالنا، قال يجب القطع مع مرحلة إيقاف الجلسات لأن فعلا هناك حقوق جديرة بالحماية. أنا لا أتصور أن يتم قطع إيقاف الجلسات ومقاطعتها بالنسبة للقضايا الجنائية، قضايا الحرية وقضايا حقوق الإنسان. كان على الأقل يكون هناك استثناءات، قضايا الاستعجالية وقضايا المعتقلين لا يجب أن يتم إيقافها تحت أي ظرف من الظروف، والحمد لله. وحقيقة كان أنا تمكنت من أنني نشوف مجموعة من اللجان، لأنني كنت أصلا مقرر ضمن لجنة التقرير في لجنة الشؤون القانونية والقضائية، ولكن تبعنا النقاش إما بشكل مباشر أو مع الزملاء. كان نقاشا صريحا وواضحا، وكان الحق في الاختلاف، وكل عبر عن رأيه. طبيعة الحال كان نوع من التشنج، ولكن كانت الصراحة الواضحة ولم يكن هناك أي إشكال، بالعكس الكل عبر عن رأيه. وحتى السيد رئيس المحترم رئيس جمعيه هيئه المحامين المغربي الاستاذ الانصاري كان واضحا، احترم جميع الاراء، وهذا مؤتمر للمحامين، من حق اي واحد ان يعبر عن رايه، لكن ضروره احترام الاراء المخالفه. الكل عبر عن رايه، هناك قسم كبير مع استمرار في اشكال النضاليه والمقاطعه، ولكن هناك اغلبيه يمكن نقول لك صامته ضد قرار المقاطعه، ومع احترام مبدا التفاوض. جمعيتنا هي الممثل القانوني لنا واختارت التفاوض ونجحت في نيل مجموعه من المطالب، وهي مستمره
في المطالب الأخرى. وبالتالي أعتبر أنه أنا الأول لأنه ناقش مسألة ديال إيقاف ديال المقاطعة، أنا الأول يناقشها بعقلانية، لأن عندنا واحد تحدي 2 ديسمبر سيتم المصادقة على القانون المالي، يجب أن نأخذ أكثر المطالب. هناك مجال لتوسيع الملفات ديال المساعدة القانونية والملفات المستثنات من ذاك الأداء المسبق، يمكن توسيعها. وما وصلت إليه بصراحة العبارة، ما وصل إليه الجمعية بنقبائها برئيسها هو أحسن الأشكال التفاوضية وأحسن نتائج، لا يمكن أن نتوخى نتيجة أكثر مما وصلوا إليه. وزيلة المخرجات كانت جيدة ويجب البناء عليها. هناك بعض النقاط التي تستحق المناقشة ويمكن أن نستفيد. هناك هامش لتوسيع مجال الاستثناءات من الأداء المسبق. بعض القضايا المساعدة، القضايا قضايا النساء، قضايا الأطفال، قضايا المهاجرين، قضايا المرأة، يمكن التوسيع. وحتى ما وصلت إلى اللجنة والحد الأدنى، وعلينا أن نقبل بهذا الحد الأدنى وأن نواصل العمل ديالنا خدمة للمتقاضين وحماية للحقوق والحريات، لأن مرفق القضاء بدون محامي يبقى مرفقا مظلما، يحتاج إلى نور المحامي ليستعمل الحقيقة ويستعمل الحقوق والحريات. هيئة الدار البيضاء هي الهيئة الأم، أكبر هيئة ربما في إفريقيا من عدد المحامين وجودة المحامين والأداء ديالهم. فعلا ينقصنا هيئة الدار البيضاء، لا يمكن أن نعتبرها دائما إلا مكسب. هيئة ترفع رؤوس المحامين على الأشهاد، وبالتالي نعتبر عدم وجودها يعني خدش في صورة التضامن واللحمة ديال مواقف المحامين، ونعتبر على أن هذه ستكون لحظة عابرة. هيئة البيضاء هي القلب النابض لجمعية آت المحامي المغربي، القلب النابض لمطالب المحامين. أنا أقول صراحة سترجع في القريب العاجل مع المصادقة على القانون المالي بنوع من المطالب التي سنصل إليها، ستعود اللحمة إلى طبيعتها وسنحقق ذلك التصالح واللحمة المهنية، لأن خروج هيئة البيضاء فعلا هو ضربة قاسمة لظهر المحامين المغرب كله، وليس فقط قاسمة لظهر الجمعية فقط. وهذه مناشدة للنقيب، لحكماء المهنة، ليلتفوا حول الإطار المهني الوحيد اللي هو جمعية هيئات المحامين المغرب. هذا مكسب عظيم. تصوروا معي المسودة تتكلم عن مجلس وطني للمحامين، فصوله تنبئ بأن القادم أسوأ، علينا ربما سيأتي وقت لنحن إلى الجمعية ونندم على عدم إحاطتها بالعناية اللازمة وعدم الحفاظ عليها ككتلة جمعوية رائدة. وهي على مسار تاريخها كانت الجمعية دائما هي ماشي نبض المحامين فقط، هي نبض المجتمع المدني والحقوقي، مطالب لم يكن يوما لتطرح لولا ساهمت كثيرا في تطور الديمقراطي والحقوقي لبلدنا بشهادة الجميع. كان لها دور كبير في تقرير مبدأ استقلال السلطة القضائية وفي الدفاع عن استقلالية المهنة والدفاع عن المناضلين اللي أبلوا البلاء الحسن في إطار يعني تقدم المغرب وتنميته. وبالتالي فهذا المكسب اللي هو الجمعية، وأنا أشد بحرارة على أيدي النقيب الرئيس الأنصاري وعلى نقباء ديالنا وعلى الزملاء في مجلس الجمعية الذين يقدمون نضالات كبيرة جدا بوقتهم الثمين بنضالاتهم من أجل الخروج بحل تفاوضي يرضي جميع الأطراف، يرضينا كمهنيين. احنا المحامين ماشي ضد الضريبة، ولكن ضد عقلنة الضريبة وضد عدالتها، ونعتبر أن ما طرحته الحكومة هو مسألة جدية يمكن البناء عليه ويمكن الاتفاق على بعض النقط التي لا زال اختلاف حولها. أما أن نكون عدميين لا نقبل بأي شيء ويجب أن نرجع إلى الوضعية أو نقول أنه يجب أن تكون هناك 100 درهم مساهمة إبرائية، هذا لا يستقيم لا منطقا ولا عقلا. يمكنش تأخذ أتعاب كبيرة جدا وتخلص 100 درهم. أين العدالة الضريبية في مطالبنا؟ يجب أن نكون واقعيين. الضريبة، العدالة الضريبية المحامين يطالبون بها، وبالتالي علينا أيضا أن نلتزم بهذا المبدأ العدالة الضريبية. والمحامين باغي يؤدي، ولكن يكون الأداء يتناسب مع المجهودات ديالهم، لأن هناك بعض الملفات اجتماعية وحقوقية وإنسانية. ويمكن زميلي نعطيك، شوف معايا ملفات النفقه، ملفات المعتقلين، راه ملي كتجيب هي الاتعاب راه كيديروا اتعاب الدفاع صفر، كتكون بعض المرأة قضايا بسيطه، ماذا ستاخذ المراه، ماذا سياخذ المحامي؟ المحامي يتبرع بجزء من عمل فائده حقوق الانسان. وهذه الملفات هذه يجب ان تكون هناك واحد الاعفاء من من منها. وايضا يجب ايضا بالاعفاءات، المحامي له مصاريف كثيره، ملفات المطبوعات، ملفات السفر، ملفات هذه يجب ايضا ان تستنزل
وتخصم من المجموع الأداء الضرائب التي يؤديها في نهاية السنة. يجب أن نكون واقعيين وأن لا نكون حالمين. الحق في الحلم مشروع، ولكن عاوتاني يجب الأداء وفق مبدأ العدالة الضريبية، وأن ننصت إلى الحوار المسؤول اللي كتقود الجمعية. وهذه مرحلة حاسمة، إما أن نحافظ على الجمعية أو أنها ستزول بفعل عدم الالتزام بمخرجات الحوار التي جاءت به. وأعتقد أن سمعنا مجموعة الزملاء كانوا حقيقة في المستوى يطالبون بضرورة الانسجام مع مطالب الجمعية والاستماع إليها ودعمها بدل معارضتها بمطالب خيالية.